عايزين يرعبونا وبندفع الضريبه بسبب استقرار مصر، بسبب ان احنا انتخبنا السيسي عايزين يهلكونا وعايزين يخوفونا، لكن احنا بسبب المسيح هنزل المحبه للحكومه ولارض مصر. هنقول انهم دول الناس اتعودوا على القتل العمد ومش هيأثروا فينا القتل، لو كل يوم هيعملوا كده احنا زي ما احنا برضه مش هنتغير، مش هنتغير ولا هنتنى ولا هنرجع لورا ولا هنطوحوا في اي حاجه، هنفضل مع الدوله وهنفضل مع مصر وهم اللي هيموتوا واحنا اللي هنعيش.